يقول السائل: ما حكم الصلاة في المكان المحاط بالصور؟ يكره أن الإنسان يصلي مستقبلا لصورة أمامه، لأن هذا يشبه عبادة الأصنام. ويصلي الإنسان في مكان ليس فيه صور، لأن هذا المكان الذي فيه الصور مكان معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثوبا معلقا على الجدار فيه صور أبى أن يدخل هذا المكان حتى أزيل هذا الثوب. فيجب أن يكون بيت المسلم أن يكون خاليا من الصور، وأن لا يكون فيه صور منصوبة أو صور معلقة أو صور محتفظ بها للذكريات. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصا مكان الصلاة لا يكون فيه صور معلقة أو منصوبة، لأن هذا يشبه فعل المشركين. نعم.